السلام عليكم أعزائي الطلبة، محاضرتنا اليوم عن Forensic Dentistry أو Forensic Odontology اللي هو طب الأسنان العدلي، يعني قضايا الشرطة، قضايا القضاء. طب الأسنان العدلي Forensic Dentology is the application of dental knowledge to those criminal and civil law deriving from any evidence that pertain to the teeth. المعلومات اللي تخص الأسنان الحقيقة اللي تتناولها قضايا الجرائم أو القوانين المدنية نسميه Forensic Dentistry. الأشخاص اللي يقومون بهذا الدور نسميهم Forensic Odontologist اللي هم بالحقيقة هم أطباء أسنان Practicing Dentist، زين عندهم DDS و BDS ومتخصصين بهالمجال. دور الفورنسيك Dentist assist in investigative agencies to identify recover the human remains. بعض الأحيان يلقون بقايا لجثث أو جثث حتى يتعرفون عليها، ممكن من خلال الأسنان نتعرف على أصحاب هذه الجثث. In addition to the identification of whole or fragment of bodies، بعض الأحيان مجرد قطعة من جمجمة أو بأسنان، forensic dentist may also be asked to assist in determining age، كذلك تقدير العمر ممكن من خلال الأسنان، race العرق، occupation مهنة المتوفي، previous dental history وتاريخ العلاجي لطب الأسنان، socio-economic status الحالة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أي بقايا من الإنسان. فإذا نقدر نختصر واجبات الفورنسيك أودنتولوجي طب الأسنان العدلي هي أولاً identify unknown human remains from dental records، فإذا من خلال السجلات لأطباء الأسنان نقدر نعرف هذه البقايا لمن تعود. اثنين assist at the scene of mass disaster، عند وقوع كارثة معينة، فيضان، حريق، أي مشكلة تصير، فأعداد هائلة من الناس راح يتوفون، فشون نفرق خصوصا إذا حريق والجثث شوهت، ممكن نعرف هذه الجثة إلمن وهذه إلمن، ممكن نرجع إلى الأسنان. Age estimation مثل ما قلنا تقدير العمر، لأنه نعرف الأسنان اللبنية طهورها شوكيت وكل سن ودورة. Analysis of bite marks، بعض الأحيان بعض الجرائم يتم بها عض الضحية، فآثار الأسنان اللي تظهر بالمنطقة اللي وقعت عليها العضة الفيكتيمز الضحايا راح نعرف منو الشخص. Identify of bite marks in other substances، أيضا ممكن مو فقط على الإنسان، يعني العضة اللي تقع على مثلا الرقبة أو اليد أو الأطراف العليا عادة أو الوجه، حتى يعني الأغذية مثلا تفاحة أو قطعة خشب أو غيره، إذا عليها آثار العض نقدر نعرف من هذا الشخص. وإذا كذلك تحليل الأسلحة، نفس نبدي على نفس مبدأ الأسنان نقدر نحلل من عدها. والنقطة السابعة إعادة تركيب الأسلحة من خلال مكان العضة، ونرسم أو نوضح طريقة حياة أو غذاء
من خلال أيضا آثار العظم أو الأسنان. والنقطة الأخيرة هي تريس دنتال مال براكتس. بعض الأحيان أطباء أسنان يقومون بأعمال غير مشروعة، من اللي يحدد أنه هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع؟ هو طب الأسنان العدلي، يعني إذا الشخص المراجع اشتكى فيرجع إلى طب الأسنان العدلي ونشوف أنه هل كان هذا مال براكتس، يعني عمل غير سليم من الناحية العلمية. ما هي أهمية الأسنان؟ ليش نعتمد عليها بهذا الشكل الكبير؟ أولاً الأسنان تتغير مع تغير العمر. Every human body ages in similar manner. الناس عمرهم يتغير وتطور الأسنان يتم بشكل منتظم تقريباً مشابه. فإذا من هذه نقدر نعرف عمر الضحية أو الشخص. ثانياً each human has an individual set of teeth which can be traced back to established dental records. فإذا ممكن من خلال السجلات الموجودة في عيادات الأسنان نعرف أنه هذه أسنان مثلا السن رقمها لقد محشى أو السن كذا extracted، فراح نعرف أنه هذا الشخص هو أو لا. السن يتكون من الانيمال، وهذه مادة الدنتين تقدر تقاوم وتبقى مثلا رغم الحريق رغم الانفجار، فإذا withstand decomposition ويبقى فترة طويلة ما يتحلل السن، يعني الأنسجة الرخوة الجلد العضلات غيرها تتحلل بينما الأسنان راح تبقى. فإذا هذه الأسباب هي تخلينا نعتمد على الأسنان بطب الأسنان العدلي. والنقطة الرابعة ممكن ناخذ السن ونطلع الـ DNA مالته، ومن خلال الـ Genetic Code نقدر نعرف هل هذا الشخص هو فلان أو لا. فقلنا أولاً السن هو منطقة قاسية جداً حاد باقية، hardest part of the body attached to the jaw help to digest food. طبعاً فائدة الرئيسية هي تقضيم وتقطيع الأكل. يتكون من crown and enamel surrounding. tooth enamel هي outer covering of the tooth. hardest tissue in human body. تعتبر صلبة جدا بمقارنة بقية أنسجة الجسم. تغطي الكراون مال التوث. فإذا حتى إذا صار حريق ممكن هذه الطبقة راح تبقى الأسنان تحميها. هذه نمو الأسنان، نشوف أنه حتى الأسنان اللبنية نموها يكون أكو رينج مثلا بحدود 6 أشهر، بحدود 18 شهر، 3 سنين، 4 سنين، 6 سنين، 8 سنين، وحتى بعدين 21 سنة لما يظهر سن العقل. فإذا شنو النقاط اللي نقدر نفرق بين شخص وشخص في مجال الأسنان؟ أولا size of the tooth حجم السن، shape of the tooth شكله، shape of the root شكل الجذر، placement of the tooth يعني موقع الأسنان واحد إلى الآخر، quantity of the teeth كم سن شقد أكون منها مقلوع شقد منها مسوس، combination of dental work done أنه يمشي مخلي له bridge filling وهكذا. فإذا نقدر نعرف من خلال الأسنان أنه هل هذا الشخص هو فلان أو لا من خلال السجلات. فممكن أنه مثلا إذا أكو بريج سواء ثابت أو متحرك أو القلع نقدر نعرف أنه هذا شوكة مقلوع، هل هو هذا يعود لهذا الشخص أو لا. طبعا الأسنان كلها نعطيها كل واحدة نعطيها رقم سواء البرايمري تيث البيرمننت تيث، وأي تغيير ممكن يجري طبيب الأسنان
بنقدر نشوفه موجود أو لا، لأنه عادة أكو فايلينج سيستم خصوصا بالدول المتقدمة. فإذا راح نقدر من خلاله نعرف أن هذا الشخص المعني أو لا. هذه الأسنان كلها نعطيها أرقام، البيرمننت تيث والبرايمري تيث نعطيها حروف A B C D، والبيرمننت تيث نعطيها أرقام من 1 إلى 8 في كل ربع من أرباع الفك. فنبدي من هذه الجهة وهذه الفك الأسفل والفك العلوي. تشخيص الجثث بوست مورتم بعد الوفاة يعتمد على الأشعة، وأكو عندنا بوزيتيف ايدنتيفيكيشن وعندنا نيجاتيف ايدنتيفيكيشن. شنو الفرق بيناتها؟ البوزيتيف يعني أقارن الجثة أو السن الموجود عندي مع المعلومات اللي عندي قبل الوفاة انتي مورتم، بينما النيجاتيف ايدنتيفيكيشن مقصود به البيولوجيكال بروفايل يعني الدي ان اي، اقارن الدي ان اي مال السن. فاذن البوزيتيف اقارن سجلات قديمه لموضوع العلاج او الاكستراكشن. طبعا الحوادث اللي تحدث مثلا احداث ايلول 2001 سبتمبر 11 نشوف انه بأمريكا مثلا آلاف ماتوا بنفس الوقت واحترقوا. فممكن من خلال بقايا الأسنان نقدر نشخص لمن تعود هذه الجثة. طبعا نسأل العائلة ممكن أيضا تفيدنا هذه، وكذلك المنظمة أو الدائرة اللي يشتغل بها. وكل هناك يعني سجلات موجودة لكل شخص وش مسوين عليها من علاج سابق، نقدر نعتمد عليها حتى نشخص انه هل هذه الجثة تعود الى الشخص المعين او لا. بعض التصرفات او لايف ستايل نمط الحياة اللي يعيشه الانسان لها اثر كبير على الاسنان. فاذا واحد يفتح الفم، مجرد فتح الفم نقدر نعرف هل هذا مدخن او لا، لان اثار التدخين تبقى دائما وتصير مزمنة و تقدم العمر إذا استمر التدخين. كذلك اللي يتناولون المخدرات ميثيوزرز نشوف أنه أسنانهم تبدي تتآكل، وكل مادة لها نوع خاص من الأضرار. الجسور المتحركة أيضا ممكن تكون يعني نقدر نعرف، لأن هذه تطابق ويا الفك مثلا، وأيضا موجودة ضمن الريكوز المراكز الصحية أو لدى أطباء الأسنان. أول عملية طب عدلي بالأسنان في عام 1775 بول ريفير سوى جسر من سيلفر بريدج، بعدين هذا مات في الحرب، ومن خلال مع انه الجثة مشوهة قدر يعرف انه من خلال جسر الفضة اللي مسويه انه هذه الجثة تعود الى الشخص المعني. ايش وقت نستدعي طبيب الاسنان العدلي؟ اولا تشخيص الاشخاص، مثل ما قلنا جثة يلقوها بغابة في مكان مدفونة من قبل فترة طويلة، من خلال السجلات يقدر يعرف أنه أسنان هذا الشخص لمن تعود، أو قلنا ماس ديزاستر الكوارث سواء الطبيعية أو الانفجارات الاصطناعية. تيث إمبريشن قلنا بايت مارك مكان العضلة اللي يقوم بها مجرم معين، ودنتال مال براكتس. هذه صور لماس ايدنتيفيكيشن او انديفيدوال ايدنتيفيكيشن. مجرد ناخذ اشعه للجثه ونقارنها بالصوره القديمه اللي موجوده بالمركز الصحي او لدى الاهل،
راح نعرف انه هذا الشخص هو نفس هذا الشخص، وهكذا حتى في حصول الماس ايدنتيفيكيشن، مجموعة كبيرة من الناس نقدر نشخص بها. مو مجرد الأسنان، حتى الموضوع اللثة وإهمال اللثة هو أيضا، أو مثلا الشكل غير الطبيعي للأسنان، توث باتر، الكافيتيز، الجنرال دنتال هيلث نيجلكت، كلها نقدر نشخصها في تشخيص الشخص المتوفي. ما هي التفاصيل اللي يعتمد عليها طبيب الأسنان العدلي في التفريق بين الحالات بعد الوفاة؟ أنتي مورتم أند بوست مورتم، الفيلينجز، إيش قد عدة حشوات، إكستراكشنز، سيرفيس ستراكشر، روت كونفيجريشن، شكل السن وشكل الجذر، قلنا adjacency يعني التقارب بين الأسنان والمسافة، و twisted or tilted teeth، السن اللي يطلع مو باتجاه الصحيح، هذا أيضا قد يدل على الشخص. مثل ما قلنا قارن السجلات الموجودة اللي نسميها anti mortem قبل الوفاة مع البوست مورتم، وهذا قلنا نسميه positive identification. نقدر نشوف انه هذه قبل الوفاة وهاي بعد الوفاة شافوها، فراح يقولون انه هذه جاية نفس هاي الصورة. هذه ايضا حالات اخرى بوست مورتم وانتي مورتم، من شكل الحشوة نقدر نقدر انه هو هذا الشخص المعني. طبعا دخول الكمبيوتر في علم طب الأسنان العقلي يعني أصبح ثورة كبيرة، لأنه ممكن يطلع لنا الأوتوماتيك دنتال كود، يطلع لنا بالضبط آثار أو مكان العضة اللي تصير من أسطح الأسنان. فممكن يعني الدولة أو الأشخاص استفادوا منها بشكل كبير. فنقدر نطلع نسميها الدنتال كود نمبر، نخزنها، وبالتالي لما نجي نشوف أنه هذه حسب المسافة وحسب عمق السن نقدر نشخص آثار العظم، يعني يطلع يسموه 3 dimensional bite mark analysis. فيطلع لنا بالضبط اذا هذا الشخص قام بعض سواء انسان اخر او تفاحة او جسم صلب، راح تبين اثار العضة بالشكل المطلوب اللي نقدر نقارنه على الكمبيوتر. نجي إلى موضوع العضة البايت ديجري، طبعا عمقها وكمية النزف تعتمد على قوة العض، ممكن يسوي نزف، ممكن يسوي ابريجن دامج تو ذا ماركس اون سكين، أو يسوي كونتوجن اللي هو كدمات لأنه نتيجة ربتشر بلاد فيزلز، فراح تنزف جوا الجلد وتسوي تغير اللون، أو يسوي لاسيريشنز قطع جروح بانكشر أور تورن سكين، أو انسجن ممكن يسوي، يعني بالضبط شلون السكينة تقطع راح يصير نيد بانكشر أوف سكين. اللاسيريشن يعني جروح متقطعة، هنا أنا لا خطية، وممكن يسوي أبالشن يقطع جزء من الجلد، وحتى أكو حالات مثلا قطع الأذن الخارجية، قطع جزء من الأنف، وهكذا إذا عضة قوية وشخص يقوم بهذا العمل. أيضا أرتيفاكت
اللي هي vital of piece of the body، مثل ما قلنا ياخذ جزء من مثلا الانف او الاذن. اذا نجي نسال لماذا يقوم الناس بالعض؟ مجرد بعض الناس يريد يعني يحدث اضرار بالشخص المقابل، وبالتالي يقوم بهاي العمليه مجرد حتى يقول هو مسيطر. او بعض الاحيان نتيجة انه الضحية يحاول يدافع عن نفسه، مثلا يخلي ايده او يدفع وكذا، هذا راح يعض من ايده. فدفاع، هذه صور مثلا، هذه شوفوا اثار العضة واضحة جدا. زين، هاي هنا نقرب بيها، وممكن من خلال القياسات وبواسطة استعمال الكمبيوتر نقدر نعرف مواصفات اسنان الشخص اللي قام بهذه العضة، وبالتالي المحكمة تقدر تعتمد على هذا أنه هو هذا الجاني. عادة وين نلقى آثار العض؟ أما بقايا الأكل، مثلا تفاحة يعض منها ويشمرها، أو على الجلد، أو أي مادة أو متروكة في مسرح الجريمة. آثار العض impressions تختلف، تعتمد على الضغط، يعني قوة العض معناها قصدها. كل ما تكون القوة أكبر كل ما الآثار تكون أوضح. هذه مثلا آثار عض، واضح أنه هنا الآثار أوضح من هذه، فمعناها هذا العض مالته أقوى من هذا الشخص. إضافة إلى آثار الأسنان اللي قلنا عليها أو العضة، اللعاب اللي موجود أو حتى الدم ممكن من الجاني ينترك. فإذا DNA نقدر نحلله ونطلع من هو هذا الشخص اللي سميناه negative identification. كذلك نرجع إلى السجلات مع الأشعة اللي موجودة بالمركز الصحي، ونقدر نعتمد عليها في تشخيص الجاني. هذه آثار عض مختلفة، طبعا نشوف انه حتى مخيطيها وحسب المكان. هذه هنا اسفل الفك، تحليل مكان العض يعتمد اولا سكيل فوتوغرافي، ناخذ اشعة وبمسطرة نقيس. سكيل فوتوغرافي او دنتال كاست، ايضا نقدر نسوي كاست مقارب الى اعتمادا على اثار العضه. بعدين اكو عندنا كلينيكال كومباريزن، نقارن ويا الحاله السريريه، وعندنا الكمبيوتر. فاذا عندنا اربع حالات لمقارنه تاثير العضه. هاي قدامنا ناخذ، هاي سميناها سكيل فوتوغرافي، ناخذ صورة ونخلي المسطرة حتى نعرف هذه كم سنتيمتر ونقيس المسافات. هذه نحولها إلى كاست، يعني من خلال هذه الصورة أقدر أسوي كاست مشابه أو مقارب من خلال هذه الصورة للأسنان اللي قامت بهذه العضة أو الجريمة. طبعا المسافات وهاي كلها راح تبين انه مكان الفك العلوي مكان الفك السفلي، وبالتالي ممكن توصل الى هوية جاني. فاذا تحليل العض يعتمد على الفوتوغرافي والسكيل، كاست اوف impression تريست اونتو ترانسبيرنسي. اول شيء ناخذ صورة، بعدين نحاول نسوي الطبع مع هذه الأسنان، نحول هذا إلى transparency ورقة شفافة، نسوي كاست مقارب لآثار اللي لمسناها أو شفناها، بعدين نقارن هذا الكاست اللي سويناه ويا الجاني
مشتبه به. شنو نقاط المقارنة اللي نقارنها؟ تعتمد على مواصفات type of the bite mark، يعني هل بعض الأحيان عضة تجي من حيوان، فنقدر نقارن نعرف أنه هذه من طبيعة الأسنان أنه من حيوان أو إنسان. مواصفات الأسنان، موقعها، إذا أكو مثلا بها تسوس أو سن extracted teeth أو غيره. اللون يبين أنه وش قد صار لها، قلنا مثلا من يصير إكيموسيز، من يصير كدمات أول شيء راح تكون حمراء بعدين تتحول إلى لون أزرق وهكذا، فنقدر نعرف أنه كم يوم صار لها. وممكن ناخذ سواب ونطلع من آثار اللعاب الدي إن إيه. طبعا عادة آثار العظم موجودة على الجانبين، يعني بالشخص الجاني والمجني عليه. طبعا عندنا sexual attacks assaults اللي هو الاعتداء الجنسي، عادة أيضا نشوف بها آثار العظم. أو battered or abused children، الأطفال المعنفين أيضا هذول نشوف عليهم آثار عظم. بالفيميل أكثر من الميل، زين عادة بالميل، بالفيميل بالبريست أند ليجز في الثديين والأطراف السفلى، هاي عادة بسبب سكشوال أسولت. بالميلز عادة بالأرمز أند شولدرز، باليدين أو الكتفين بسبب الشجار. عوامل أخرى تؤثر على أنه شكل مكان العظم، الحركة، يعني إذا الضحية سحب إيده فراح العضة راح تبين على مسافة أطول، زين. وكذلك مكان اللسان، مكان العضة، قلنا أنه الحركة راح تأثر على نوع العض. يعني إذا كان الشخص الضحية مثلا فاقد الوعي راح يصير مكان العضة ثابت، بينما إذا لا أكون نزاع وده يسحب إيده راح يكون شكل العضة متغير. عدد الأسنان اللي اجت يعني مكان العض أيضا له دور كبير. بس أكو محددات أو تخلي أنه آثار العض مو كلش مهمة. ليش؟ أولا هذه تختفي بمرور الزمن، زين. أيضا إذا أكو أسنان مفقودة أو شيء راح آثارها تبين متبين. وكذلك آثار العلاج السابق. آثار العظة بالحقيقة تختفي بمرور الزمن، يعني المفروض كل ما بشكل مبكر كل ما أفضل، كل ما يمر الزمن كل ما الآثار راح تضمحل أكثر، لأنه الجلد عادة هو إلاستيك مرن وممكن تغييره بمرور الزمن. كذلك طب الأسنان العدلي يحتاج دقة والتعامل بشكل علمي، وممكن من خلال الأسنان أو آثار السن نقدر نقدر عمر الشخص، هل هو طفل، هل هو كبير، هل هو بالغ، زين. وممكن أنه نشخص هو هذا الشخص المعني أو الجاني أو لا. وكذلك بالمقارنة مع السجلات أو الاعتماد على النيجاتيف ايدنتيفيكيشن اللي قلنا الـ DNA. وشكرا جزيلا.